وقت ما نحكي عن الشرق الأوسط ما فينا نطلع على الشرق الأوسط كمنطقة بلش تاريخها من 10 أو 20 سنة أو من آخر 50 أو 60 سنة، لازم نطلع عليها بالفترة اللي كانت اللي هي نوعا ما منطقة بشكل دائم كانت تحت الاحتلال من السلطنة العثمانية، خاصة بأواخر القرن 19 لحديت نشوء الحرب العالمية الأولى وبعدين نشوء الحرب العالمية الثانية اللي حطت الأجزاء ضخمة من الشرق الأوسط والبلاد اللي موجودة فيها تحت التقسيم اللي بنعرفه هلأ بالدول المعروفة هلأ، ونفس الوقت تحت انتداب من جهة فرنسية أو من جهة بريطانية. الشغلة الأساسية نطلع عليها لنشوف ليه كانت هالمنطقة دائما بشكل دائم محتلة أو عم تكون مسرح لحروب إقليمية أو مسرح لحروب عالمية، هي الغنى اللي كان موجود فيها بالموارد الطبيعية، منها مثلا النفط بقلب منطقة الخليج والعراق وسوريا، ومن جهة تانية كمان بأوائل القرن العشرين كانت منتجة بالمنتجات الزراعية وخاصة القطن والحرير، اللي كان مثلا بورصة اليوم بفرنسا كانت عم تمول بجزء ضخم من صناعة الحرير الموجودة كان بلبنان وبسوريا، وكان 75% تقريبا مثلا من انتاج الحرير يصدر للسوق الفرنسي. نطلع وبنفس الوقت بمصر كمان اللي كانت صناعات القطن وغير صناعات كانت عم تتصدر بشكل أساسي للسوق الأوروبية، وقناة السويس مثلا اللي كانت تستخدم بشكل أساسي للتجارة ما بين أوروبا والهند وآسيا بشكل أساسي. وعشان هيك ما نطلع وقت ما نطلع على سبب وجود الحروب هي ما فينا نطلع عليها بالمنطق اللي بينشرح بيشرحوا اليمين أو المنطق الليبرالي أو المحافظين الجدد بأمريكا اللي هو صراع حضارات، ولكن ما نطلع عليه بمنطق أنه هو توسع الرأسمالية الغربية بشكل أساسي حتى تستثمر بهالمناطق وتاخذ الموارد الأساسية تبعها وتستفيد منها للسوق المحلية لتوسع الرأسمال تبعها بشكل أساسي. من هون وقت ما نطلع على الشرق الأوسط ووجود دائم للحروب فيه هو من ضمن هذا النطاق، مش نتاج لكراهية متأصلة بقلب شعوب المنطقة لكل شيء غريب، ولكن هي بحد ذاتها تدخل هو بسبب توسع الرأس من المال بقلب الشرق الأوسط وفرض عليه أنه ينتقل من أنماط الإنتاج اللي كان موجود فيه قبل لنمط إنتاج رأس مالي سريع جدا كان غريب شوية عن هذه المنطقة، مما خلى يطلع عدد حركات مقاومة كانت تتسبب فيها المنطقة وعدة حروب اللي كانت نتيجة لهذا الاحتلال وهذا التوسع. ومنا بشكل واضح فينا نشوف موضوع القضية الفلسطينية اللي بلشت ب 48 تحت الاحتلال البريطاني اللي كانت نوعا ما بلشت تساعد نشوء سلطة صهيونية بوجه المجتمع اللي كان موجود وقتها اللي كان مختلط بين إسلام ومسيحية وبين يهود، ما في إشكالية معه، ولكن تشجيع نشوء سلطة صهيونية من جهة عنصرية عم تهجر أكتر الشعب الفلسطيني وعم تعمل سياسات فصل عنصري بقلب المنطقة أكتر وأكتر خلى واحدة من أهم الأزمات وأكبر الأزمات بالمنطقة اللي هي موضوع القضية الفلسطينية. بنرجع كمان بنشوف أنه بلبنان اللي منذ نشأته لحديت هلأ كان معتمد بشكل أساسي أو نشوءه كان ضمن إطار توسع الفرنسي والأوروبي باقتصاده، وكان بحاجة لصناعات الحرير موجودة بقلب لبنان وسوريا لتسخير هذا الإنتاج، فأنتج فهذا التحرك أنتج بحد ذاته طبقة برجوازية وسلطة هي متحالفة بشكل دائم مع الإمبريالية وعم تقود المجتمع عم تقود الدولة بشكل أساسي ضد المصالح الشعب تبعه ضد مجتمعه. نفس الشيء شفنا بموضوع بعد حركات التحرر الوطني اللي صارت بالمنطقة لطرد الاحتلال اللي كان موجود اللي نجحت مثلا بسوريا أو بالعراق أو بمصر أو بغير مناطق، رجعت انضربت هالمناطق من جديد بعد فترة من 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 توازن رعب كان موجود أو جدته الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والإمبريالية الأمريكية. وشفنا بعد 11 أيلول الهجوم الأمريكي على أفغانستان ومن بعدها على العراق، وبنفس الوقت هلأ التهديدات الموجودة ضد إيران اللي بيحط أنه هذه المنطقة الشرق الأوسط هي فعليا المنطقة الوحيدة بالعالم أو من المناطق الوحيدة بالعالم هي تحت احتلال عسكري مباشر من قبل الإمبريالية، وصار لها بهذا الواقع من أوائل القرن العشرين لحديت هلأ. هيدا بينتج
مشاكل كتير أساسية منها، ومن مشاكل سياسية من جهة، مشاكل بالأنظمة، بدعم الدول الإمبريالية بشكل أساسي لأنظمة ما يسمى بالأنظمة المعتدلة اللي هي الأنظمة الحليفة للإمبريالية من جهة، ومن جهة تانية كمان هي حليفتها بالاستثمارات الاقتصادية أو بالمصالح الاقتصادية اللي لها الإمبريالية بقلب المنطقة. ومنشوف مثلا أنه الحكم بقلب الجزيرة العربية وخاصة بالسعودية أو الحكم بمصر كله موالي للولايات المتحدة الأمريكية، وعم يكون عم يساعدها دائما بمقابل دعم اقتصادي أو اتفاقيات اقتصادية بينه وبين أمريكا، عم يتخلي استمرارية هالأنظمة من جهة، وبنفس الوقت عم يخلي الأمريكان يدعموها أكتر وأكتر لو كانت هالأنظمة عم تتصرف بشكل دائم ضد شعوبها. ونلاقي تحالف بنيوي ما بين هذه الأنظمة والإمبريالية ضد المصالح تبع شعوب هذه المنطقة، ومنلاقوا بشكل دائم عم يكون في غليان بضمن هذه المنطقة من الشعوب رفضا للسياسات الاقتصادية اللي جدا سيئة اللي عم تحط جزء ضخم من شعوب هذه المنطقة تحت خط الفقر، وخاصة كمان بالبطالة، وعم تهجر كميات ضخمة من هالعالم. منلاحظ مثلا بلبنان بين 1990 وال2005 ترك البلد بحدود 1,400,000 شخص من بلد من اصلا في 4 ملايين شخص. هذه هجرة ضخمة، اغلبية الاسباب اللي هربوا فيها هي من وراء الاسباب الاقتصادية. نفس الشيء منلاحظ بفلسطين، عملية تهجير دائم للسكان الفلسطينيين للفلسطينيين من قلب فلسطين الى الخارج، وبنعرف ازمة اللاجئين الفلسطينيين منتشرين بكل العالم. من جهة تانية بمصر منلاحظ النظام كيف عم يقمع بشكل دائم شعبه، وعم يرتكب جرائم بحق شعبه، وعم يعتقل آلاف المناضلين اللي عم يطالبوا بحقوقهم أو عم يطالبوا بظروف أحسن، بظروف عمل أحسن. وآخر فترة شفنا الإضرابات العمالية الضخمة اللي صارت بمعامل النسيج، وبنفس الوقت لعمال جوات الضرائب بقلب مصر. نفس الشيء كمان بنلاحظه بقلب العراق، عمال النفط اللي عم يطلبوا ضد حكومتهم بنفس الوقت عم يطلبوا ضد الاحتلال بشكل دائم. ونفس الشيء بالخليج شفنا ثورة العمال الأجانب بقلب الخليج، اللي هن بيشكلوا الأغلبية الصاحبة من الطبقة العاملة بقلب الخليج، عم يطلبوا ضد ظروف العمل السيئة. بنلاحظ هون ترابط ما بين المصالح الإمبريالية ومصالح الاحتلال ومصالح الأنظمة بحد ذاتها، الأنظمة العربية الموجودة حتى تحافظ على كينونتها. ملاحظ الارتباط بالمصالح الاقتصادية الإمبريالية اللي هي بترتبط مع مصالح الأنظمة وضد مصالح شعوبها بالتحرر من هذا القمع ومن هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة. ويلي طب نطلع على العولمة. العولمة هي فعليا هي توسع رأس المال بشكل عالمي، وبلش يجتاح بكذا طريقة، من طرق اقتصادية أو من طرق عسكرية. الأساليب تختلف، ولكن الفعل فعليا هو توسع رأس المال هيدا ليضم أكتر وأكتر مناطق تحت سلطته وتحت سيطرته. هذا اللي بيعمله بيغير بواقع المناطق اللي بفوت عليها، بيغير بتنظيمها الاجتماعي وتنظيمها الاقتصادي لا يخدم مصالح هذا الرأس مال اللي جاي. هذا الرأس مال كيف بيتألف فعليا؟ هو من شكل شركات تدعمها دول، او هاي الدول مصالحها هي من مصالح هاي الشركات اللي بتمثلها. ما فينا نطلع على الشركة كشيء مستقل عن الدولة، ولا عن الدولة عن شيء مستقل عن الاقتصاد او مستقل عن مصالح الشركات اللي نوعا ما بتعطي مصاري او بتفيد الطبقات الحاكمة اللي هي مسيطرة على هاي الدول. بهذا المنطلق اذا نطلع على شرق الاوسط وقديت العولمة اثرت على شرق الاوسط، فينا نطلع نرجع كتير بالتاريخ، بس خلينا نطلع باخر فترة حديث هلأ. بآخر فترة نحن شفنا 3 حروب أساسية صارت بالمنطقة، أو أكثر الحروب، بس فعليا حربين أساسيتين اللي هي حرب على أفغانستان والحرب على العراق. وهذه شفنا فيها بشكل أساسي تم استيراد أو تم مباشرة خصخصة الغاز بقلب أفغانستان، وبنفس الوقت عم يجربوا خصخصوا النفط بقلب العراق ليتم استثماره من قبل هالشركات الغربية الشركات الأمريكية بشكل أساسي، بدعم من السلطة الأمريكية نفسها وبدعم من السلطات الأوروبية وسلطات ما يسمى يعني سلطات الدول العالم الكبيرة. هي من جهة. من جهة تانية كمان شفنا اللي عم يصير بمصر بآخر فترات، اللي هو ظهور حركات عمالية ضخمة بقلب مصر عم تكون ضد النظام وضد الواقع الاقتصادي ذاك، وبنفس الوقت بنشوف كيف النظام عم يعامل هالتحركات ببطش
بشكل جدا سيء وبقمع وباعتقال الالاف وحتى بقتل وتعذيب الالاف من العمال والمناضلين والناشطين اللي على الارض. هذا النظام المصري نفس الوقت هو مدعوم من الامبراطوريه الامريكيه او من السلطه الامريكيه ومن السلطات الاوروبيه. نفس الشيء شفنا بألف فلسطين كيف الحرب على غزه بأواخر 2008 كيف كانت كمان ضمن صمت تام بالعالم عليها، وشفنا كيف المقاومه بقلب غزه هي فعليا المقاومه فعليا اللي ردت هذه الهجمه كانت من جهه مقاومه الناس بقلب غزه ضد هذا الاحتلال والهجوم، ومن جهه ثانيه كانت مقاومه شعوب العالم ضد هذه الانظمه. هذا الشيء اللي بشكل عام بيشرح الواقع الفعلي بقلب الشرق الاوسط، اللي هو انقسام ضخم ما بين إرادة الشعوب اللي موجودة بالشرق الأوسط وإرادة الأنظمة وحلفائها من سلطات العالم ودول العالم الكبرى، وخاصة ما يسمى بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل هذه الذاك. نفس الشيء ونشوف أداة ترابط الصراع من أجل تحرر وتحرير الأرض مع ارتباط الصراع من أجل التحرر الاقتصادي والتغيير الاجتماعي الجدي. فهون تترابط المسائل بشكل أساسي بين بعضها، ولا يمكن فصل ساعتها الصراع عن التحرر الاجتماعي والاقتصادي عن الصراع للتحرر من الإمبريالية ومن أثار العولمة اللي موجودة فيها. السؤال الأساسي هو أنه قد إيه العولمة بتأثر. العولمة فايتة على كل صحن صغير، يعني كل على الأكل اللي بيتاكل بقلب المطاعم والأكل اللي بيتاكل بقلب البيوت، فاتة على التلفزيونات، فاتة على كل شيء متغلغلي بكل هالشيء. ومنه جديدة، منه توسع جديد، ولكن هو استكمال لتوسع قديم للرأسمال الأوروبي والرأسمال الأمريكي بقلب المنطقة. هذا عم يكمل هذا التوسع بقلب هذا الشغلات، وعم يجرب يفوق يتغلغل أكتر وأكتر بالمنطقة، وعم يغير بكينونة هالمنطقة وواقعها بشكل أساسي. ومشفنا انه بعد الازمه الاقتصاديه العالميه، مع انه تاخرت ظواهر الازمه بقلب المنطقه، ولكننا عم نشوف بشكل بطيء جدا قد ايه هذه المنطقه رح تتاثر بشكل قوي من وراء هي الازمه العالميه، وخاصه بموضوع الهجره. وكثير من الناس بقلب المنطقه اللي كانت هاجرت وعم تشتغل برا هلا عم ترجع بدون شغل، ومن جهه ثانيه خف المصاري اللي خفت دخولها على المنطقه، واكثر واكثر صارت بحاجه الاقتصادات العربيه باعتماد على قدره انتاجها الذاتيه اللي كانت مش موجوده، بطلب من الامبرياليه والرأسمالية العالميه انه مش مضطرين انتم تعملوا انتاج لداخل لحاجات السوق الداخليه، انتم تعملوا انتاجكم لحاجه السوق العالميه ونحن بنورد البضاعه اللي بحاجه انتم لها. هلا بس يصير في ازمه باوروبا رح تغلى البضايع اللي موجوده اللي عم تنجاب لهون، ورح ياثر اكثر على ازمه اقتصاديه هون. بنشوف مثلا بلبنان ال 40% تقريبا تحت خط الفقر، عفوا 30% او 35% تحت خط الفقر، وقت 35% ل 40% هن يعانوا من البطاله او هن عمال يوميين بشكل دائم. نفس الشيء بمصر، البطاله اللي هي من اعلى المستويات، نفس وقت القدره الشرائيه من الاقل، والاف وحتى ملايين من العالم هن تحت خط الفقر بقلب مصر. نفس الشيء بقلب الخليج، نفس الشيء بالعراق، ونفس الشيء بكل المنطقه بشكل اساسي. فعليا الواقع المضبوط هلا بالمنطقة هي المنطقة عم تغلي من تحت، وعم يكون في بذور بدايات حركات اجتماعية رح تصدم بالقريب أو بالمستقبل القدام بهذه الأنظمة الموجودة، ولكن كمان نفس الوقت رح تصدم بالأنظمة العالمية اللي بتدعم هذه الأنظمة المحلية، ما يسمى بدول الاعتدال، دول الاعتدال العربية اللي عادة بينحكى عنها مثل مصر ومثل مصر والأردن والسعودية وغيرها. الشرق الأوسط هو بيشكل من أكبر مخازن النفط بالعالم. النفط اللي عم يستعمل بشتى الوسائل، منها للنقل، منها للصناعة، منها للتجارة، منها لكل أنواع الإنتاج بكل العالم. هيدا من أهم الشغلات اللي موجودة بقلب الشرق الأوسط. من جهة تانية، مكانة الشرق الأوسط استراتيجياً وسياسياً بالنسبة يعني من جهة للسيطرة على أكبر مخازن النفط وأكبر مخازن الطاقة، ومن جهة تانية كمان لضرورة أنه يحافظوا على هذه المنطقة ليضمنوا
أسبقية اقتصادية وأسبقية سياسية على القوى المنافسة مثلا مثل الصين أو مثل روسيا من جهة تانية. هذا هو بشكل أساسي الأسباب الأساسية وراء سعي الإمبريالية أو سعي العولمة بشكل أساسي أو القوى مراكز القوى بالعالم حتى تحافظ على وجودها بقلب الشرق الأوسط. وهذا جدا واضح بالحروب اللي كانت عم تصير قبل، اللي هي كانت بهدف أساسي من 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 من, من أجل النفط، وإن شك وإن حط عليها غطاء ديمقراطية أو غطاء تحرير الشعوب، وشفنا شو صار بتحرير الشعوب بأفغانستان اللي 90% منها هلا رجعت لطالبان، وبالعراق اللي قدروا الأمريكان بعد تحرير هلا يسيطروا على البلد وما يقدر ما قدروا يوقفوا حركات المقاومة ضد هذا. نفس الشيء بفلسطين اللي ما قدروا الأمريكان ولا السلطة الصهيونية توقف حركات المقاومة عليها. وجود إسرائيل والدول السلطة الصهيونية هي كضمانة عسكرية أو كمعسكر ضخم للتدخل بحين بوقت ما بتقدر الإمبريالية تتدخل بشكل مباشر بالمنطقة حتى ترد موازين قوة لصالحها، وخاصة بالمواقع الاقتصادية طبعا. Really?